Goku, what are you doing here? You know, I'm not quite sure. Bet you guys can't fly. What? اوكي خلنا نقاتل. هلا 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 هاي شنو؟ بقى اللقطات لقطات خرافية بها من الانمي نفسه. ضربة قوية هنا هذا. روح روح ناروتو. ماذا الان؟ انهم اتباع المقنعون. حسنا. لقد هربت جبان. توقف انت. نحن اعداءك الان. سوف نرى. الان ها الكرة المائية مدري شنو هاي. وانتم خذوا خذوا. هل صوته بالدبلجة ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. وياكم الاوتاكو علي العراقي. واليوم لعبة ناروتو موبايل، لعبة صينية من شركة تكنيك ما ادري، ما متأكد من اسمها. نفس الشركة اللي تسوي العاب بابجي على اجهزة الاندرويد ولا ياس، نفس الشركة. طبعا ببدأ راح اسجل عليها. رابط الموقع راح تلقوه بالوصف. الصورة هاي تبين شلون تحمل اللعبة، الرابط مال اندرويد وبالايوس همين. اذا تقدر تفوت على الرابط راح تلقيها. طبعا موجودة على تاب تاب همين، راح تلقوا الرابط هم بالوصف. بس تحملها من الموقع الرسمي الويب. من يكتبون ويب يعني تقدر تحملها. بعد ما تحملها راح يطلع لك تحميل يتأخر هواية. حجم الاي بي كي 700 ميجا بايت، حجمه كبير. راح تنزل راح يطلب تحميل ثاني داخل اللعبة. بعدين راح يقول لك ثبت الاي بي كي الجديد. فيحتاج انه هنا لازم عندك 2 جيجا يلا تقدر تنزل هاي اللعبة بالكامل. بعدين تنصبه وبعدين يقول لك راح تحذف الاي بي كي القديم اللي حجمه 1 جيجا. فيصير عندك حجم اللعبة بالكامل 700 الى 1 جيجا، مو 2 جيجا بس، تحتاج 2 جيجا بايت يلا تقدر تنزل اللعبة. حجم اللعبة بالكامل 1 جيجا. من تحملها راح يقول لك سجل على الكيو كيو هذا الموقع الصيني او الويتشات. انا على الويتشات مباشرة. خلنا ندخل. بعد ما يسجل دخول راح تلعب. راح يقول لك تلعب المهمة الاولى. ستاي زتاي ستاي يمكن اقسم ما ادري شلون. يوروساي يوروساي يعني اخرس. يوروساي هاي متعلمنا من هانتر اكس هانتر، من تفرجت باللغة اليابانية وداعيد هانتر اكس هانتر. شهر الخامس راح ننزلكم العاب خرافية ومن ضمنها لعبة هانتر اكس هانتر. اوكي البداية مع لعبة تدريب تعليم. حلوة اللعبة، تشبه السيجا كالوان كاصوات. اللعبة رهيبة، حركات بها رهيبة. والصور لازم بهيك لعبة وهيك الوان هيك حجم لازم يصير بها اونلاين. بعدين ما اعرف اذا كانت اونلاين او لا من بين حاليا، لان اكثرية الالعاب تشتغل ويا الانترنت. خلينا نشوف. طبعا هاي طريقة اللعب بس حلوة تشبه السيجا. طبعا هنا عندك سحر، دوس هنا هذا مال ديم، وهنا ما ادري شنو هاد فيكات. بعض الاصوات بعض الشغلات الغريبة. اوكي خلينا نقاتل. هلا 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 هاي شنو؟ بقى اللقطات لقطات خرافية بها من الانمي نفسه. طبعا انا بالنسبة لي ما بشاهد ناروتو بحياتي، بس حلقة حلقتين يجوز يعني، او لقطات ينشروها على اليوتيوب على هاي شايف اللقطات. بس كانمي ما متفرج لا الجزء الاول لا الثاني، ما اعرف كم جزء هو. خلينا نكمل. حلو التحكم مالته تشبه السيجا، بس الالوان والاجواء مال انمي نفسه. صراحة لعبة خرافية، وان شاء الله انزلكم على دراغون بول 3D. دراغون بول راح تكون لعبة خرافية، راح يكون تصوير مالتها 3D يعني كأنه لعبة مال كمبيوتر او بلاي ستيشن. راح تنزلهم قريبا باللغة الصينية، انتظروني شوية. اوكي خلنا نشوف هنا التدريب. عندي سحر همين اوقف. خلنا نشوف، خلنا نستخدم هاي الطاقة. ايوه هلا هلا هلا. هذا الوحش الاول هنا يعني كيعتبر. روح 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 روح، ما ادري ايش يصير. قتلتي. البدايه عباره عن تدريب، مهمات سهله. فاللي يحب هذا الانمي اللي يحب هيك العاب ينزلها ويتونس. واي لعبه تنزل باللغه الصينيه راح تنزل ورا فتره، للاسف فتره طويله يعني يحتاج يمكن اشهر يلا تنزل باللغه الانجليزيه. اوكي نقاط هنا.
اوكي خلينا نعرف هاي المهمة اللوخ. خلينا نشوف هاي المهمة شنو هي. بها قصص حلوة، لقطات حلوة من الانمي نفسه، يعني بها قصص ولقطات وهاي. تعشق الاجواء الحلوة مال ناروتو، بس يحتاج اللغة الانجليزية. اذا انت ياباني اوتاكو فعادي العبها. استعراضات مطولة لذلك راح الغيها من فوق منه. اوكي. الاصوات. اوه ما هذه العمالقة. اوقف خلنا نستخدم هذا السحر. لو بعد ما جاي. ها ها ها. شنو شنو يمكن يعني موت. شنو. شنو. شيمتا. شيمتا يعني سحقا يمكن. شيمتا ما زال احياء انهم كثيرون. فن التكاثر ما ادري فن ما ادري شو يسموه هذا الفن. السحر عندي حيزيد طبعا. لقد جو. خلصوا. بها قامت رسائل، قامت اصدقاء، بها هواي شغلات. فاكيد راح يكون بها اصدقاء زائدا اونلاين. اتصور يكون بها اونلاين نزالات وهاي تصير حلوة. تدريبات هاي القصة يمكن هنا، هاي القصة يمكن المهمة الاولى. خلصناها. خلصت المهمة الأولى، نجي على المهمة الثانية. أوكي. شنو هنا بعد؟ هنا مراحل تدريب، ما متأكد شنو هاي، لأن بالصينية. يا أخي يعني شكل لعبة تنزل بالصيني تنزل ورا فترة بسوق بلاي بالإنجليزي، يعني الألعاب، يعني الألعاب أكثريتها، ألغي هذا الاستعراض. يعني أكثرية الألعاب اللي نشوفها عبارة عن ألعاب صينية ويابانية، وليست أجنبية. بعدين تتطور تصير اللغة الإنجليزية، هنا بالغابة. يلا ناروتو جو. اهلا وسهلا. ماي نيم از ناروتو هاو ار يو. شيمتا. شنو شنو يعني موت. شنو كسا يعني سحقا. كسا اين هم. انهم النينجا. اوكي شفتهم بالاحجار يركضون انهم يتبعوني. يتبعونني. سحقا لكم. فن التكاثر. هوكا. حلو ناروتو رغم اني ما متابع لنا بس حلو كلعبة حلوة. وراح ننزلكم مال دراغون بول هم هنا قريبا. لعبة 3D كأنه لعبة مال بلاي ستيشن. راح تنزل على الموبايل قريبا باللغة الصينية. راح احاول احمل اللعبة. اوكي خذوا هذه. روح. اوكي ما عندي ايقونه مال قفز. حرامات المفروض اسوي لي ايقونه مال قفز اقدر اقمز مثلا. شاسة احلى وارتب الصير. اوكي هو 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 موت. هذا اخر واحد. لو بعد عمود نستخدم السحر. لو خلاص الموسيقى تغيرت يعني اكو مصيبه جايه. اوكي ضربه ضربه قويه ويمكن خرب او مات او بعد نصف ساعه او بعد سنه من الاستيقاظ ولقى نفسه فايز. ناروتو ناروتو. اوكي الجواز هنا النقود. حلو. يوجد تدريب الاخير. راح العب هاي المهمه الاخيره وانهي المقطع لان يعني هي اللعبه صراحه حلوه وراد لها وقت طويل وفيديو طويل. يلا تقدر تتونس بالحلقة مال اللعبة. شوف الاستعراضات. اللي يريد يشوف اللعبة يتونس بها استعراضاته خلي ينزلها ويتونس. انا اذا اصور ما قاعد اتفرج. اوكي هذا مبين عليه قوي. البطاقة الكبيرة. روح. ارجع ارجع ناروتو اختبئ هنا. اوكي ضربني ضربة قوية هنا هذا. روح روح ناروتو. ماذا الان؟ انهم اتباع مقنعون. حسنا لقد هربت جبان. توقف انت نحن اعداءك الان. سوف نرى.
الآن هاد كرن المائية مدري شنو هاي، وأنتم خذوا خذوا. هل صوته بالدبلجة ولا لا؟ تعالوا شو هذا صاحني؟ خذ خذ خذ، أنت تقاتل ناروتو، وأنت تعال. اوكي ناروتو يطير، لقد عدنا من جديد مع هذا الخدعة مميزة، لكني لدي واحدة مثلها. ما اعرف ايش اقول، يلا كمل. خذوا ولا جت بيهم. الان طن 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 طن، سوف نرى، راح يشتغل عندي السحر الخارق اللي هو باللقطات الحلوة بالانمي نفسه، بس لو يشتغل هسه يشتغل منه 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 منه. روح 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 روح، فزت، ما لحقت استخدم السحر. ناروتو انصدم هنا لانه اصبح لديه قوة خارقة كبيرة. Thank you. Thank you. خلنا نشوف ايش حيطينا. طوني النجمة. احتمال اقدر استخدمها هسه. راح اجربها اخر مرة وننهي المقطع. هيا بنا. ايوه. لقد رأيتك انك هناك. اخرج. مرحبا. مرحبا. لا هذا هيك يحكي. مساء الخير. من انتم؟ انكم مجرد اطفال انهزم ناروتو. لا تدفعون يمكن قلهم. مرحبا يا اطفال، شنو قرية مال الجهال مال الزعاطيط هنا؟ وكانوا هيك؟ ولكنهم جيدون. اوكي اوكي اوكي، ما اعرف السحر وهذا شو اسمه مال ناروتو اللي ما بتابعه. مجد يقول لافندر، لايتندر، نوتيلا، ما ادري ايش يقول. ثانك يو. شو هذول حيقاتلوني؟ هذول زعطت كلهم ضدي. لماذا لماذا يا الاطفال لماذا؟ اوكي خلنا نشوف. الصراحة اللعبة حلوة، ما تمل من الظل تقاتل العشاق ناروتو. روحوا خلاص. اذا شباب الى هنا نهاية الحلقة هاي. ناروتو موبايل، ما اعرف شو يسموه، ماجيك، ما ادري شنو، ما ادري. المهم اتمنى عجبكم هذا الفيديو البسيط على لعبة ناروتو، وان شاء الله الشهر الخامس راح يصير العاب دراغون بول، هنتر اكس هنتر، وهواي العاب ان شاء الله. اتمنى توصلوني 150 الف مشترك قبل رمضان، تقدرون تسووها لو لا؟ اذا تقدرون تسووها سووا شير للقناة للمقاطع اللي عندي، وصلوني 150 الف مشترك قبل رمضان. ورمضان كريم، يعني نقول لكم من هسه وكل عام وانتم بخير والى اخره. اعطونا جواز هنا. اذا شباب الى هنا نهاية الحلقة، اتمنى اعجبكم هذا الفيديو البسيط. كان معكم علي العراقي، والسلام عليكم.